رأيي أنا إنه الاحترام لأساتذتنا واجب، وأنا مبسوط منك كثير يا أختي منى لأنك أنت وفية ومخلصة لأنستيك. بعدين مثل ما بيقولوا يعني من علمني حرفا كنت له خادمة. شو رأيك بما إنه ما عندنا محاضرات هلا نروح لعند أمال؟ بدي فاتحها بموضوع بيكون أحسن. كنت ناوي أقعد بالبوفيه بس باين قيس ابن الملوح ما رح يحل عني اليوم، خلينا نمشي عسى. امشي. أهلاً أنسة وفاء. دكتور موجود؟ في موعد. موعد؟ شو نسيت إني خطيبته؟ لا لا ما بقصد، بس يا ريت كان في موعد، لأنه إذا كان موعد ما بيترك عيادة، كان انتظرك. ماني شايفة زبونات. آخ يا أنسة وفاء، شو بدي أقول لك لأقول لك؟ خير، في شي؟ إيه في، بس خايف الدكتور يزعل.